50. حاسب النهارده كارتيرون هيفكر في ايه؟ لا في المكسب اكيد. هو ماتش واحد مفيش رايح جاي مفيش اي مشاكل غير انك 93 دقيقه تكسبهم. كارتيرون جاي باريحيه اكيد كويسه جدا بعد السوبر الافريقي وماتش جيد جدا على المستوى الفني ومستوى طبعا انك تكسب بطوله مهمه جدا اول بطوله لكارتيرون مع نادي الزمالك بطوله قويه جدا خدها يمكن السنه الثانيه على التوالي مع ناديين مختلفين رجاء السنه اللي فاتت والسنه دي مع الزمالك. لكن مش يعني مش بس عشان خد بطوله يا سيف او كسب ماتش لا هو كسب ماتش مع فرقه بطل افريقيا سنتين ورا بعض كسب ماتش 90 دقيقه انت احسن بكتير من نادي الترجي اخطر بكتير من نادي الترجي فالاداء مقنع ودي مهمه جدا. ممكن تكسب ماتش لكن يبقى فيه اداء مش مقنع يبقى مثلا بينالتي يبقى كره ثابته وهم ماسكين عليك الملعب. لكن الماتش اللي فات الزمالك 90 دقيقه احسن واخطر بكتير جدا منظم جدا تاكتكس 90 دقيقه بيتنفس كما يجب ان يكون وبالتالي ده مدي طمانينه شويه لجمهور الزمالك النهارده. يمكن قبل الماتش السوبر الافريقي كان في شك حاله شك بسبب اداء الزمالك في الدوري بعض الاوقات لكن بعد اداء السوبر الافريقي الامور هديت والجمهور واثقه بشكل كبير واللعيبه نفسها اعتقد هيديها ثقه كبيره جدا في ماتش النهارده ان شاء الله.